ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي السيد أحمد الشريفي. مساء الخير على حضرتك سيد أحمد، ورمضان كريم عليك. خلينا نبدأ تحديدا مع حضرتك من توقيت انطلاق هذه العملية في سنجار، لماذا الآن انطلقت؟ بماذا ستختلف هذه العملية الأمنية أيضا عن سابقاتها؟ شهدنا كثير من العمليات في سنجار لكن دون جدوى كانت كل تلك العمليات. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى نستطيع أن نقرأ يعني المتغيرات التي تجري في إقليم كردستان بإمعان وبدقة، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أهمية سنجار كموقع استراتيجي. هذه المنطقة بالحقيقة من حيث الارتفاع عن مستوى سطح البحر الذي يتجاوز بحدود 1400 متر عن مستوى سطح البحر، وما يحيط بها من نشاطات أمنية هي تؤثر على الأمن القومي للدول الأربع، وأعني بها إيران، العراق، تركيا وسوريا، وبالتالي هي جزء لا يتجزأ من معادلة توازنات وربما تكون حتى صراع إقليمي. إقليم كردستان لا يحتمل أن تكون هناك قوات وافدة تستدعي هذه الصراعات في التوازنات الإقليمية، لأنه بالحقيقة القدرات محدودة والدعم من الحكومة الاتحادية لا يزال دون المستوى، وبالتالي لابد من إيجاد تسوية. في تقدير أن التسوية السياسية هي الحل الأمثل، والتسوية السياسية هي ليست في معرض الحل المحلي في العراق بقدر ما هي تتعلق أيضا بدول الجوار وفي مقدمتها تركيا، لأن الحل العسكري سيجعل هذه الجماعات تتموضع في جبل قنديل، وجبل قنديل معضلة عسكرية لا نستطيع أن نسكت فيها هذا التنظيم، وستبقى قدرة التنظيم للمشاغلة والتعرض قائمة وتبقى الأزمة قائمة. احنا بالحقيقة أمام استحقاق مهم جدا في إقليم كردستان وحتى في تركيا. الآن أزمة الطاقة ومسألة تأمين مصادر الطاقة هذه مسألة مقبولة، وكلما تشابكت واقتربت المصالح كلما ازداد الوضع إقليميا استقرارا. يعني عندما تكون مصادر الطاقة في إقليم كردستان والمنتفع منها تركيا، هذه ستؤدي إلى نتائج إيجابية، تبادل مصالح، وبالتالي سيسعى الطرفين إلى جعل المنطقة أكثر أمانا أكثر ازدهارا عبر التبادل الاقتصادي والتجاري. الحرب لا جدوى منها، ومسألة استخدام القوة هل ستستطيع أن تسكت التهديد أم لا، هي هذه الفرضية اللي ممكن أن احنا نعالجها بدقة. هذا التنظيم بالحقيقة تنظيم ليس هين، وتنظيم يحتاج كما قلنا إلى الحلول السياسية، أما الحلول العسكرية فهي غير ناجحة. يبقى التنظيم يجدد نفسه بإضافة موارد بشرية وموارد قتالية تحصن في منطقة جبلية تعد معضلة، وبالتالي احنا نحتاج إلى حلول جذرية حتى نؤمن معابر طاقة آمنة لإيجاد معادلة توازن جديدة، لا سيما فيما يجري من نزاع بين الولايات المتحدة وبين روسيا على الطاقة ومصادرها. وإحنا بالحقيقة قد يتوسع هذا المشروع، إذا كان المشروع الآن بما متحقق من وفرة في الغاز والبترول في إقليم كردستان، في قادم الأيام ستدخل المنطقة الغربية في هذا الاتجاه، سيبدأ خط البترول من البصرة باتجاه العقبة مرورا بالأردن. هذه كلها تحتاج إلى بيئة آمنة بعيدة عن المعادلة التي تتبنى خيار الحل العسكري، تحتاج إلى بيئة آمنة. لنذهب السيد أحمد، عذر المقاطعة، بنفس الوقت أيضا تحتاج إلى ضوء أخضر إقليمي على أقل تقدير، هذا الشيء موجود أم لا؟ أحسنتم، ولذلك إحنا كان الاتفاق منذ البدء أنه لا يتحول البكك إلى الداخل العراقي، ما هي مناقلة الأزمة غير صحيحة. الحلول الجذرية هي صحيحة، هذه تعطي مسكلات للأزمة ولكنها لن تحل الأزمة بشكل جذري. كان الأجدر أن يكون هناك تنسيق بين العراق وبين الدول التي ترى أن هذا الموقع يهدد أمنها القومي عبر الحوار السياسي وإيجاد الحلول حتى نستطيع أن نؤمن مصادر طاقة ومعابر طاقة آمنة، لأنه هذه قد نستطيع أن نؤمن مصادر الطاقة، بئر لإنتاج أو الغاز أو البترول نقدر نحصن أمنية، لكن هذه أنابيب البترول أو أنابيب الغاز التي تمتد لمسافات مئات الكيلومترات كيف نؤمنها؟ لا نستطيع أن نؤمنها إلا ببيئة آمنة وبحلول سياسية. ففي تقدير أن الحل السياسي متاح، الوساطة ممكن أن تكون هناك وساطة إقليمية دولية في فتح باب الحوار، ماذا تريد البكك؟ ويصار إلى التفاهم معهم، لأنه إحنا راح ننتقل أيضا إلى قضية سوريا. سوريا الآن
بصدد التطبيع والانفتاح عربيا والعودة إلى الانفتاح العربي، معنى ذلك الإطلال على حوض البحر المتوسط. نعم. كيف سيصار إلى تنسيق هذا الموقف؟ وإحنا بالمناسبة امتدادات الغاز لن تكون فقط كشخص يعنى به صانع القرار السياسي في منطقتنا فقط، هي ستمتد من البحر الأحمر، معنى ذلك أن مصر ستدخل بالمعادلة، الخليج. طيب. مرورا إلى هذه منطقتنا، المنطقة التي توصف أنها عقدة استراتيجية أهم في الطاقة، لابد أن تكون آمنة ومستقرة حتى يحصل الازدهار والاستثمار الأمثل. طيب. وبالتالي مسألة الحل العسكري إذا تسألني الآن من منطلق هذه عشناها إحنا كتجارب. نعم. يعني كنت ملازم في نهاية عقد الثمانينات، كانت تركيا تدخل حتى تضرب حزب العمال الكردستاني، يعني الآن تقادم بينا وإحنا في خريف العمر وتركيا أيضا تضرب حزب العمال الكردستاني. إذا لا جدوى من العمليات العسكرية، هذا الأوان أن نجد حلول سياسية، ماذا يريد هذا الحزب؟ ما هي تطلعاته؟ ما هي الأيديولوجيات التي يحملها؟ وعلى أساس طيب سيد أحمد، نبقى بالملف الأمني، ننتقل من الشمال إلى جنوب العراق والنزاعات العشائرية اللي نشوفها ربما تتصاعد وتيرتها خاصة في الآونة الأخيرة. تعتقد حضرتك بأنه نزاعات العشائرية هي فعلا نزاعات عشائرية لو إلها أبعاد سياسية ربما أمنية مسلحة وما شابه ذلك؟ أحسنتم، هذه بالحقيقة إثارة هذا الموضوع غاية في الدقة، وأنا أعتقد هذا ضمن الالتزام الأخلاقي للإعلام الملتزم، أنه تركيبتنا الاجتماعية مو هاي. شوف إحنا على سبيل المثال يوم قاتلنا في المنطقة الغربية ذات السمة العشائرية، كان الجهد الساند والذي بالحقيقة أمن بيئة آمنة والقطعات في حرب الشوارع وفي حرب الجبهات الداخلية لا تستطيع أن تحقق إنجاز إلا بإيجاد أرضية من السكان المحليين داعمة. لولا وجود العشائر في المنطقة الغربية ما تحدثنا عن تحرير وما تحدثنا عن بيئة آمنة، فإذا دور العشائر مهم. المشكلة أن العبث السياسي في صناعة زعيم عشيرة صناعة سياسية وليس صناعة اجتماعية، يعني لم يأتي عبر التركيبة الاجتماعية وعبر الولاء الاجتماعي وهكذا الحال ويتدرج حتى يمتلك النضج في قيادة عشيرته، هذه ما موجودة. أصبح هناك تلاعب سياسي وجابوا شيوخ عشائر اصطنعوهم، هؤلاء بالحقيقة نقلوا الصراعات السياسية إلى صراعات اجتماعية وأوجدوا هذه حالة الفوضى بالوسط والجنوب، وإحنا على اعتاب أزمة كبيرة جدا. نعم. على صانع القرار السياسي لا ينساق للنزوات السياسية. الآن هذا التلاعب بقادة الرأي والتلاعب بالمنتظم السياسي ومخرجات العملية السياسية، هذا متهم يبرؤوه ويجيبوه حتى يضربون شخصية فاعلة ومؤثرة بالمنتظم السياسي، وين ده يأخذون البلد؟ أقليم كردستان الآن بؤرة للصراع أمريكي روسي إيراني تركي، والمصالح العراقية غائبة، النوبل انتقلوا إلى المنطقة الغربية راح ينقلوا لنا صراعات، ولا سمح الله إذا صراعات صارت صدام عشائري، كيف نستطيع أن نوقفها في ظل وقوف المؤسسات الضامنة الأمنية إلى علاقة بهذا الصراع والصدام وصلت إلى مرحلة التصفية؟ أي بالصراع الشيعي الشيعي والصدام عميد الشيعي برتبة عميد، ضابط استخبارات يختال في 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 دائرة صراع عشائري، يعني أصبحت المؤسسة أقوى من العشيرة حتى تختال قيادات في المؤسسة العسكرية الضامنة للأمن واستقرار الدولة. عذرا تفضل. سألتك أنت حضرتك تحدث عن هذا الصدام بين العشائر، تشوفه إلى علاقة بالحديث اللي دار في الآونة الأخيرة عن صدام شيعي شيعي؟ يعني هاي مقدمات لما سيحدث لا سامح الله، لو ما إلى علاقة وهذا شيء طبيعي، خلاص سلاح موجود ونزاع موجود. أي أحسنتم، الصدام ليس شيعي شيعي، الصدام سياسي سياسي، هؤلاء سياسيين. يعني احنا من نقول الشيعة معنى ذلك انهم يمثلون الامتداد العمق الجماهيري الشيعي، من نقول السني يمثلون الامتداد العمق الجماهيري السني. طيب. والحال انه احنا عندنا كثير بالحقيقة من الكيانات السياسية التي تدفع باتجاه التأزيم وباتجاه تبني خيار التصعيد والصدام. طيب. هذه بالحقيقة لا تمتلك عمق جماهيري، لأنه لو كانت تمتلك عمق جماهيري لناورت عبر رصيدها الجماهيري وليس عبر افتعال الأزمات. نعم. تعرف احنا صار تبليغ لدول كبرى مؤثرة لا سيما البعض منها من الدول الخمس الدائمة العضوية أنه أمانة أن نستمر في العملية السياسية رغم أن في الرأي العام العراقي الذي هو الشعب بوصفه مصدر السلطات كما ورد دستوريا. طيب. أو تصير حرب أهلية أو يصير اقتتال، هاي معناها أنه فرض واقع حال. إذن أين مفاهيم التداول السلمي للسلطة وأنه رغبة الشعب ورغبة الجماهير هي الحاكمة وليس رغبة الأحزاب؟
أشكرك جزيل. حقيقة عميقة جدا. الوقت عندي انتهى، سعيدين بحضورك ويانا الخبير الأمني والاستراتيجي السيد أحمد الشريفي، شكرا جزيلا لحضرتك.